والله يا جماعة الخير إني مقهور قهر غير طبيعي، والله فيني غبنة، تعرف هذيك الغبنة اللي كذا، يعني اليوم لا تفرج دوري أبطال أوروبا، ولا طلعت أحتفل بيوم التأسيس، ولا طلعت أحتفل مع الناس، ولا نزلت مقطع، تخيل مقطع منتج لي 6 ساعات، والله 6 ساعات منتج مقطع 6 ساعات عشان أبغى أنزله اليوم، نمت وأنا منتج، وقمت الساعة 3 الحين، أخي نفس سيناريو اليوم الوطني، نمت والناس طلعوا يحتفلوا وانا قاعد اقلب في التيك توك، ونفس الموضوع رد تتكرر، يعني اقسم بالله لا ابطال ولا احتفال ولا اي حاجه، واني مقهور قهر غير طبيعي. وانا يا اخي الساعه 3 ايش اسوي الحين؟ انا قمت الساعه 3 الليل ايش اسوي؟ ايش هدفي بالحياه يا رجل؟ حتى مطعم ما تلاقي الحين، مطعم ما تلاقي. خلاص ان شاء الله يعوضنا الدون اليوم ونشوف هاتريك ضد أتلتيكو مدريد إن شاء الله.